السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة القنيطرة مدينتي، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. إذا نحن في خرجات القنيطرة في طريق الرباط، جينا نديرو إطلالة على موقع ديال التجزئات الثانية استجابة لطلبات العديد من المتابعين. يلا نخليكم مع هذا الفيديو، أتمنى أنه يكون مفيد لكم. ما تنساوش ديما تدعمونا بلايك وتعليق، والسلام عليكم ورحمة الله. صراحة في معرفش واش هاد الشاحنات تابعة للمشروع ولا لا. هنا كما كتشوفوا تقريبا ما كاين والو لحد الساعة. هادو هما الأعمدة الكهربائية اللي غادي يتم تركيبها في الطريق الوطنية تجاه الرباط من هنا حتى البارج ديال البوليس. راه في كنا قبيلات، ولكن صراحة ما عرفتش واش داك الشاحنات على حسب المشروع ديال الثانية ولا على شي مشروع اخر، شي ورش اخر.
إذن هنا غادي تكون الثانية، وكما تشاهدون يعني مازال ما باين ما كاين والو. نورمالمون في المشروع على حسب ما سمعت هاد المنطقة الغابوية غادي تبقى. اذا مازال ما كاين والو لحد الساعه. هذه كامله فين غادي يكون المشروع ديال الثانيه، هذه المساحه كامله من هنا حتى المركز ديال لاراك. اذا كما كتشوفوا مازال ما كاينش شي حاجه. اذا هنا كنوصلوا لنهايه الفيديو ديالنا بالنسبه للناس اللي يطلبوا منا نصوروا منطقه وتجزئة الثانيه. نتمنى هذا الفيديو كان مفيد لكم. ما تنساوش ديما تدعمونا بلايك وتعليق، والسلام عليكم ورحمه الله.